مهنية. على الممرض ألا يستغل وظيفته للإعلان أو الترويج لبعض المنتجات التي قد تكون ضارة بالصحة أو مخالفة للقواعد والمعايير الصحية والطبية المتبعة في البلاد. تشجيع قوي جدا من جامعة المنوفية ومباراة صعبة جدا وتشجيع برضو من جامعة بورسعيد مهم جدا علشان المباراة دي اتصعبت جدا على بورسعيد. النتيجة 80 جامعة المنوفية 20 جامعة بورسعيد. وجامعة بورسعيد حصل عندنا تغييرين، جهاد ناصر نزلت مكان نانسي أنس، وإسراء الدسوقي نزلت مكان وفاء ممدوح. ازيك يا جهاد؟ الحمد لله كويس. والدتك هي قدوتك، تقولي لها ايه؟ هي اغلى حد عندي في الدنيا كلها، وهي اللي شالت مسؤوليتنا كل انا واخواتي بعد بابا الله يرحمه. انا بشكر بابا حقيقي انه اختار مامتي، وانا لو كان بايدي ان انا اختار مامتي تاني فانا هختار مامتي دي. طب ممكن نحييها؟ تحية كلنا. مشرفانا ومنورانا في الاستوديو. اسراء، ازيك يا اسراء؟ الحمد لله. ماتش ده ماتش بقى صعب جدا، ان شاء الله نعوض الفقرات الجايه. يعني طبعا ممكن ده مش ما استبعدش في الاول، ما استبعدش. مهم ان انتوا الثقه ترجع لكم تاني باذن الله، انتوا عارفين انها تحولت الى مباراه كاس ان شاء الله. ربنا يوفقك يا اسراء يا رب. وحصل عندنا تغيير واحد في المنوفيه، تقل بطحجي مكان ايمان وفيق. ازيك يا تقى؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله بخير. احمد البطحجي كمان منورنا في الاستوديو النهارده، نحيي كلنا احمد البطحجي. واضح ان اخوكي بيحبك جدا. انا بحبه اكتر والله. ماشي وراكي كل ماتش، جاي من المنوفية لغاية القاهرة يحضر ويشجعك و... بطمن بوجوده، اديني قوة. بديك القوة، بالتوفيق يا تقى. قبل ما ابدأ الفقرة اللي جاية عايز اقدم كل التقدير والامتنان لشركة جيليات ساينسز، واللي بتساهم بمجهودها البحثي في مجال صناعة الأدوية لشفاء أصعب الأوبئة كفيروس بي وسي، ونعتز بأنها واحدة من أهم رعاة موسم عباقرة كليات التمريض. شكرا لشركة جيليات ساينسز. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة أربع أسئلة واحد لواحد. معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، قدرات ذهنية. أول اتنين معايا زينب عفيفي وإسراء الدسوقي، اتفضلوا. زينب وإسراء، إسراء وزينب، وسؤال بعشر نقط في المعلومات العامة. روح رياضية، معلومات عامة، والسؤال هو: ما هي العملة الرسمية لدولة السنغال؟ فرانك. 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 إجابة صحيحة. الفرانك الأفريقي الإجابة الصحيحة. إسراء 10 نقط، وبكده النتيجة 30 جامعة بورسعيد 80 جامعة المنوفية. سؤال للرياضة، عبد الرحمن زكي ومصطفى داود، مصطفى داود وعبد الرحمن زكي. وسؤال في الرياضة، والسؤال هو: رحاب أحمد هي بطلة مصرية في الرياضة عالمية، فما هي؟ من أصحاب زويل هيم. رافائيل أسكول. مصطفى، إجابة صحيحة. رافائيل أسكول يا مصطفى، برافو عليك. بطل المصرية رحاب أحمد، 10 نقط مهمين جدا. وبكده النتيجة 90 جامعة المنوفية 30 جامعة بورسعيد. جهاد،
سؤال في التكنولوجيا، تكنولوجيا والسؤال هو فيما يستخدم اختصار F5 في لوحة مفاتيح الحاسب الآلي؟ فيما يستخدم اختصار F5 في لوحة مفاتيح الحاسب الآلي؟ في الكمبيوتر F5 معناها ايه؟ سهلة جدا، التنقل بين ملفات. التنقل بين الملفات إجابة خاطئة. إجابتك؟ الخروج من الملفات المفتوحة. الخروج من الملفات المفتوحة. مجدي إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة ريفرش أو ريلود. ودلوقتي السؤال الرابع في القدرات الذهنية. تقى وعبد الرحمن، عبد الرحمن وتقى، وسؤال بعشر نقط. قدرات ذهنية والسؤال هو كم عدد الثواني الموجودة في ربع يوم؟ سبعمائة وعشرين. إجابة خاطئة. تقى إجابتك 9600. تقى إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة 21600. 60 في 60 في 6. هارد لك. النتيجة في نهاية الفقرة 90 جامعة المنوفية، 30 جامعة بورسعيد. بتخسروا نقط سهلة مش صعبة خالص. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديع. أربع أسئلة تعتمد على السرعة ليكم أنتوا التمانية. وأول سؤال في السينما والمسرح، والسؤال هو من الذي قام بدور أدهم في فيلم هروب اضطراري؟ إسراء إجابتك كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز إجابة خاطئة. مجدي أحمد السقا. أحمد السقا إجابة صحيحة. أحمد السقا هي الإجابة الصحيحة. وكده النتيجة 100 جامعة المنوفية، 30 جامعة بورسعيد. السؤال الثاني في الأغاني والموسيقى، والسؤال هو من هي المطربة المصرية صاحبة أغنية أيام ما تتعوضش؟ خمس ثواني. محمد مجدي إجابتك أمال ماهر. أمال ماهر إجابة صحيحة. أمال ماهر طبعاً هي الإجابة الصحيحة. 110 المنوفية، 30 بورسعيد. بورسعيد الماتش بيهرب تماماً، محتاجين تركزوا. السؤال الثالث لوحات ومعالم، والسؤال هو يعد الشاطئ الأحمر واحدا من أهم الأماكن السياحية في آسيا، ففي أي دولة يقع؟ إسراء الصين. الشاطئ الأحمر في الصين. المعلومة عندك ولا بتخمني؟ لا في الصين. في الصين. إسراء إجابة صحيحة. طبعا في الصين. برافو عليك يا إسراء، 10 نقط مهمين جدا لجامعة بورسعيد. وبكده النتيجة 40 جامعة بورسعيد، 110 المنوفية. آخر سؤال في الفقرة، سرعة البديعة، والسؤال هو أذكر دولة مكونة من الحروف في الصورة. طبعا ما خدتيش غير ثانيتين إجابتك. روسيا. روسيا أو سوريا أو سوريا أو لاوس أو لاوس أو السويد أو سويسرا.
وإجابة صحيحة. روسيا هي الإجابة الصحيحة، برافو عليك يا تقى. 120 جامعة المنوفية، 40 جامعة بورسعيد. بورسعيد المباراة صعبت جدا. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 60 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 300,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 800,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية في مصر.